للمزيد ينضم إلينا من كييف الدكتور ميكولا باستن الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك دكتور ميكولا. الهجوم الأوكراني المفاجئ على كورسك الروسية، هل كانت تعتقد كييف أن يعني من المتوقع أن ترد روسيا في تصعيد لتلك الهجمات؟ صباح الخير. بالنسبة لإمكانية أو توقع تصعيد روسيا، نحن نسمع عن ذلك مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب الشامل أكثر من سنتين. كل عملية، كل رد فيها من جانب من أوكرانيا، هناك أصوات تنذر من إمكانية تصعيد روسيا. وخلال كل هذا الوقت لم نشهد تصعيدا. روسيا حاليا، الحقيقة أن روسيا حاليا تستخدم كل ما بوضعها للضغط على أوكرانيا، للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، وليست لديها أي إمكانات إضافية. كل القوات الروسية الموجودة في روسيا هي الآن مركزة في أوكرانيا لصد يعني للقتال مع الجيش الأوكراني، حتى من حدود فنلندية، حتى من منطقة كالينينغراد الروسية ينقلون القوات الآن إلى أوكرانيا، إلى كورسك. ولذلك الإمكان الوحيد الذي تبقى عند الروس للتصعيد هو استخدام السلاح النووي، وهذا الخطر هو موجود دائما للأسف. نعم، وأيضا السلطات الأوكرانية تعمل على إجلاء العائلات من مدينة بيكروفيسك يعني مقابل ما حدث في كورسك. ترد روسيا، كيف ستتعامل أوكرانيا مع هذا الرد؟ نعم، هذا صحيح. الجيش الروسي ومجموعة القوات الروسية في شرق أوكرانيا في دنباس قوية جدا، ولا تستطيع القوات الأوكرانية صد تقدمها وهجومها. لذلك السلطات الأوكرانية مضطرة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال، ومن المتوقع أن تستولي روسيا على المزيد من الأراضي في المستقبل القريب. ومن جانب آخر، روسيا تركز تركيزا كاملا على هذه القطعة من الجبهة في شرق أوكرانيا، ولذلك تهمل إلى حد كبير ما يحدث في مناطق أخرى وخاصة في كورسك. ولذلك في كورسك توجد للقوات الأوكرانية فرصة جيدة جدا لإلحاق أضرار ملحوظة بالقوات الروسية، وتستغل أوكرانيا. نعم ذلك. دكتور ميكولا، إلى أي مدى سيكون هناك تعاون أوكراني مع بولندا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة بأنها سوف تدافع عن أوكرانيا وستعمل على إسقاط الصواريخ الروسية المتوجهة إلى أوكرانيا؟ هذا أمر يدور الحديث حوله منذ فترة طويلة. إذا كانت دول شرق أوروبا مثل بولندا أو رومانيا قادرة على دعم أوكرانيا، ليس في الاستعداد ولكن في إسقاط صواريخ أو طائرات طيار، ولكن حتى الآن للأسف الكبير حتى الطائرات بدون طيار الروسية التي اخترقت حدود بولندا أو رومانيا لم تقم تلك الدول بإسقاط هذه التضييقات الروسية. ولذلك نحن نتطلع إلى مشاركة إشراك الدول في الدفاع، وهذا سيكون قانونيا ومشروعا وأمرا عادلا، ولكنهم يترددون. وكما سبقا تحدثنا عن خوف من تصعيد محتمل من جانب روسي، أوكرانيا لا تخاف من هذا التصعيد، لأننا نعيش في ظل التصعيد المستمر، ولكن الدول الأوروبية مثل بولندا أو رومانيا وغيرها تخاف من ذلك للأسف. نعم، ولكن إلى أي مدى تشكل هذه التصريحات البولندية ربما ضغطا على روسيا لإنهاء هذه الحرب؟ نعم،
نعم، هذه التصريحات هي بشكل عام ليست في هذا المجال، ولكن في مجالات أخرى. نحن نشهد أن دول أوروبية والدول الغربية تتخلى شيئا فشيئا من الخوف أمام روسيا، وتبدي المزيد من استعداد لدعم أوكرانيا، ليس عن البعد فقط ولكن عن كثرة أيضا. ما المتوقع من رد الفعل الروسي تجاه الاقتحام الأوكراني لكوريسك؟ هل من الممكن أن تستعيد روسيا تلك المنطقة مرة أخرى؟ أولا، أوكرانيا لا تخطط لضم هذه الأراضي. أوكرانيا تحترم الحدود الدولية المعترف بها دوليا، ولذلك هي تستخدم هذه الأراضي المحتلة كورقة ضغط على روسيا. ومن الواضح أن هذه تلك الأراضي ستعود إلى روسيا يوما ما، إما بطريقة دبلوماسية أو عن طريق القتال. نحن لا نعلم كيف سيتم توزيع القوة على الخريطة في المستقبل القريب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ميكولا باستن، الأكاديمي والباحث السياسي.